بالنسبة لقراءة القرآن، أنا أقرأ سورة أو سورتين كل يوم وأختمه كل 6 أشهر على الأقل، وذلك لأن المرأة يوجد لديها مشاغل كثيرة، فهل علي إثم لأن المدة طويلة؟ وجهوني، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه ينبغي للمسلم أن يكون مرتبطا بكتاب الله عز وجل، ومن ذلك أن يكثر من تلاوته ما استطاع، فإن في تلاوته الخير والبركة والنور لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، الحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الله سبحانه وتعالى يقول النبي: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ويقول سبحانه وتعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلمات ولن تجد من دونه ملتحدا. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فتلاوة القرآن فيها فضل عظيم ومغنم للمسلم، وبه حياة القلب ونور البصيرة ونيل الدرجات العالية عند الله سبحانه وتعالى، لأن تلاوته سبب لتدبره والتفقه في معانيه، وأيضا تلاوته وتدبره وسيلة للعمل الصالح، لأن الغاية هو العمل الصالح وعبادة الله سبحانه وتعالى، ولكن التلاوة والتدبر وسيلة لذلك ومعين عليه. وكلما أكثر الإنسان من تلاوة القرآن فهو أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تعاهد القرآن وأخبر أنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وأقصى حد يختم به المسلم القرآن شهر إلى شهر، يعني يقرأ في كل يوم جزءا من القرآن حتى يختمه في تمام الشهر، ولا يتأخر عن شهر، لأنه إذا تأخر عن شهر فإنه يبتعد عن القرآن وينساه ويقسو قلبه. وإن ختمه في كل 10 أيام شهر 3 مرات فهذا أفضل، وإن ختمه في كل 7 أيام فهذا أفضل، إلى 3 أيام إذا ختمه أيضا في كل 3 أيام فهذا أبلغ ما يكون من الإكثار من تلاوة القرآن. فالحاصل أنه لا يجوز أن يؤخر القرآن ولا يختمه المسلم إلا في 6 أشهر، يعني في السنة مرتين، هذا جفاء. نعم، هذا جفاء في حق القرآن. فما بال الذين لم يقرأوا القرآن في أعمارهم ولا مضى الشيخ صالح مع أنهم يقرأون ويكتبون؟ هذا يعتبر من البعد عن كتاب الله عز وجل والإعراض عنه، وهذا يسبب قسوة قلوبهم. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري إن له معيشة ضنكا، وإن كان هذا في الإعراض عن العمل به، ولكن أيضا الإعراض عن تلاوته يتناوله نصيب من ذلك، فيه وعيد، وإن لم يكن مثل الإعراض عن العمل به، لكن فيه وعيد، وهذا من هجر القرآن أيضا، فإن عدم تلاوة القرآن في كل الحياة وأن الإنسان لا يقرأ من القرآن رغم أنه يستطيع القراءة، هذا من الجفاء والإعراض والهجر من كتاب الله عز وجل ومن الحرمان العظيم. نعم. Thank you.